بالعكس أنا مش موترة، أنا مبسوطة لأني إن شاء الله رح أعمل برامي عقد، برامي جنن. مبسوطة كتير بالأغاني اللي أخذتهم، أربع الأغاني الأربعة كتير حلوين وميتة فيهم، وأكيد في شوية توتر بس كرمال البران، بس ما في توتر على ولا شي تاني، لأنه أنا مقتنعة وراضية. لو ظهرت هالما يعني اليوم حكون كتير مبسوطة ترى اني رح اظهر، مش متوترة ولا شي. Thank you.